السلام عليكم جميعا، إن شاء الله تكونوا بخير. وياكم مستر سيف من أمريكا. اليوم إن شاء الله راح أوضح على برنامج USRAP اللي هواية من الناس سألوني عليه بآخر فيديو، المرحلة الثانية من فيلق الترحيب. راح أقول لكم شنو هذا البرنامج أو شنو هذا المكتب وشنو المختص به، فللي يريد يعرف عن هذا البرنامج أو هذا العفو المكتب خلي يتابع الفيديو للأخير ويعرف شنو المغزى من هذا الـ USRAP. مثل ما تعرفون المرحلة الثانية إن شاء الله من فيلق الترحيب راح تبدي بالأشهر الجاية. بالفيديو السابق شرحت أنه لازم كل اللي يقدم على هذا البرنامج الفيلق الترحيب أو الكفالة الخماسية الأمريكية لازم ياخذ موافقة من الـ USRAP، وهواية من العالم سألوني شنو هذا البرنامج وهم لازم نكون مسجلين بهذا البرنامج أو شيء. أول شيء هذا مو برنامج، هذا مكتب تابع لوزارة الخارجية أو وزارة الهجرة الأمريكية اللي هو The United States Refugee Admission Program. يعني أول شيء لازم نعرفه هذا مو برنامج أو مو منظمة، هذا مكتب تابع لوزارة الخارجية الأمريكية أو وزارة الهجرة الأمريكية USCIS United States and Immigration Services. فخلونا نتعرف على هذا المكتب أو على هذا على هالمكتب اللي هو USRAP. هذا طبعا مزيج من USRAP اللي هو The United States Refugee Admission Program. هذا مزيج من، خلونا ندخل بالضبط. أول شيء شنو هو هذا البرنامج أو العفو شنو هو هذا المكتب. هذا مزيج من أول شيء Department of State، يعني من وزارة الداخل، وزارة الخارجية أكو ممثلين عن هذا البرنامج، يعني ينجمع هذا البرنامج بأكثر، يعني أكثر من جهة تابعة لهذا البرنامج. أول شيء طبعا من داخل أمريكا مثل ما كاتبين هنا، من داخل involving number of governor and non-governor partner with partners both overseas and in the United States. يعني خلونا ترجم لكم إياها بالضبط شنو قلنا. نروح هنا نعتقد، آسف بس لازم نسوي هيك حتى تفتهمون الموضوع بالضبط. هذه سوينا أوكي، خلونا نترجم هذه بالضبط حتى تعرفون شنو المطلوب. أوكي، هو جهد مشترك بين الوكالات يشمل عدد من الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين. نترجم كل الصفحة. أوكي، برنامج الـ USRAP هو ما برنامج طبعا، هو مثل المكتب هو بالترجمة يكتب برنامج. تشارك به عدة من الحكوميين وغير الحكوميين. أول شيء مثل ما قلنا وزارة الخارجية والسكان والهجرة، المفوضية السامية الأمم المتحدة الـ USHCR، مركز دعم إعادة التوطين، وزارة الأمن الداخلي، وزارة الصحة والخدمة الإنسانية، المنظمة الدولية للهجرة IOM، منظمات غير حكومية تقدم مساعدة وخدمات لإعادة توطين اللاجئين. يعني أول شيء على هذا البرنامج أو هذا المكتب أنه تابع لوزارة الهجرة الأمريكية ويشتغل بأكثر من جهة اللي هي وزارة الخارجية والأمن واليون والIOM، كلهم يشتغلون بهذا المكتب اللي هو USRAP اللي مثل ما تشوفون هنا الترجمة ما تقول استشارة برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة. يعني أنت كشخص تريد تقدم على الكفالة الخماسية أو فيلق الترحيب مو لازم تسجل بهذا البرنامج، هذا العفو بهذا المكتب. هذا المكتب هو
شلون يعني مثل المحلفين اللي راح يجون ينظرون بقضيتك، يعني ما كل العالم طبعا راح تنقبل، ولا كل العالم راح ترفض بهذا الويلكم كور. فهذول اللي راح يحددون اذا انت تقدر تجي لامريكا او لا، يعني مثل المحلفين او مثل المتخصصين اللي راح ينطون كل واحد حقه للمجيء الى اليونايتد ستيتس، الى الولايات المتحدة الامريكية. ف مثل ما قلت هواي عالم سألوني بهذا الشيء، فلازم الكل يعرف مو لازم تسجل بهذا البرنامج او بهذا المكتب، او انت من يقدمون معاملتك اللي الخمسة الكفلاء بأمريكا already، يعني مباشرة راح تتحول أوراقك إلى هذا الـ USRAP حتى ينظرون بملفك ويحددون إذا أنت كنت مؤهل تجي لأمريكا أو لا. هذا الفيديو التبسيطي على هذا المكتب اللي هو الـ USRAP. إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا من اللايك والاشتراك والشير حتى العالم كله تعرف على هذا البرنامج، وإن شاء الله أشوفكم فيديوهات جديدة قادمة. سلام.